وبالتالي حضرتك بتقولي انكم لا تتوقعون انخفاض في التنسيق او ارقام او معدلات قبول كليات القمه مثلا. مش هقول حضرتك كده، ولكن بقول هي المساله تخضع للمسابقه بين الطلاب نفسهم ومدى اقبال الطلاب ورغباتهم في كل تخصص من التخصصات. يعني حضرتك خلال السنوات الماضيه تجدي اتجاه لبعض التخصصات، يعني الحاسبات والمعلومات في زياده رغبه للطلاب في التحاق بهذا التخصص. على سبيل المثال بالنسبه للتمريض، بالنسبه للقطاع الطبي، فكلما زادت المنافسه بين الطلاب ورغباتهم اتجاه قطاع معين ده اللي بيعلي المجموع. اذا حضرتك في درجه من درجات المنافسه بتقل بينهم ده بيؤدي لانخفاض الحد العام. فمساله القطع بحد ادى من الان انا بقول ان ربما ده يكون مبكر بعض الشيء. طيب كل هؤلاء الطلبه اللي هم كل هؤلاء الطلبه اللي نجحوا 598 الف وغير الدور الثاني والدبلومات، كل هؤلاء لهم اماكن في الجامعات الحكوميه والمعاهد والخاصه والجامعات الخاصه؟ احنا حضرتك باكد الدوله استثمرت خلال العشر سنوات الماضيه ميزانيات ضخمه جدا على منظومه التعليم العالي، استثمارات القطاع الخاص كانت كبيره جدا، وبالتالي اصبح عندنا بنتكلم على 92 جامعه 175 معهد. عنصر الاتاحه اصبح متاح، مفيش قلق، المساله لم تعد كما كانت من قبل. لما بنقارن السنه حضرتك بعشر سنوات ماضيه لا الدنيا اختلفت جدا، لان عدد الجامعات من ناحيه، الجامعات الحكوميه زادت، عدد الكليات للجامعات الحكوميه زاد، البرامج عندنا، عدد الجامعات الخاصه زاد، طبعا منظومه الجامعات الاهليه عندنا 20 جامعه، هذا بالاضافه لافرع جامعات اجنبيه وجامعات اتفاقيات دوليه. معنى ذلك ان عنصر الاتاحه الحمد لله موجود، دي مساله يعني ليس لا تقلقنا، وبالتالي الطلاب اللي بيتخرجوا السنه دي من كل الشهادات سواء ثانويه عامه او شهادات معادله او تعليم فني، الفرص المتاحه يعني تكفي لجميع الناجحين. طيب علشان بس مكافحه الاعلانات بير السلم، هل كل الجامعات والمعاهد يجب ان تكون واضحه في التنسيق؟ هل في حاجه خارج التنسيق الطلبه ممكن يلتحقوا بيها؟ بشكر حضرتك على هذا السؤال، ولذلك لمكافحه الكيانات الوهميه وزاره التعليم العالي على مدار العشرة ايام الماضيه نشرت اكثر من مره القوائم المعتمده لكل مؤسسات التعليم العالي في مصر. يعني بنتكلم على ما اسماء الجامعات الحكوميه والخاصه والاهليه والمعاهد اللي هي بتمنح شهاده معتمده من المجلس الاعلى للجامعات، وما هو خارج هذه القائمه لا يعتد به. ولذلك بنصح كل الطلاب مراجعه الموقع الالكتروني لوزاره التعليم العالي، مراجعه الصفحه الرسميه للوزاره، فيجد القائمه بالمؤسسات المعتمده. هذه هي المؤسسات التي تمنح شهاده معتمده من المجلس الاعلى للجامعات، وما دون ذلك لا يدخل في هذه القائمه هو كيان واحد. هل جزء منها في التنسيق وجزء منها بيتقدم الطالب للمؤسسه نفسها ولا كلها تنسيق؟ بالتاكيد التنسيق حضرتك الحكومي معني بتوزيع وتنسيق الطلاب على الجامعات الحكوميه والمعاهد. اما القبول والتنسيق بالنسبه للجامعات الخاصه والجامعات الاهليه، القبول بهذه الجامعات وايضا افرع الجامعات الاجنبيه والجامعات الاتفاقيات الدوليه، الطالب يتجه مباشره الى الجامعه بملف اوراقه وفقا للمراحل اللي بتعلن عنها الوزاره.